فنانون سوريون ينقسمون في مواقفهم العلنية بين الانحياز للنظام أو الانحياز للثورة، فيما هناك قلة اختارت الصمت. الفنان المنحاز للنظام اعتبر أن الثورة مؤامرة لتخريب وتقسيم سوريا، والثوار مجرد عصابات مسلحة. النظام السوري استخدم هؤلاء الفنانين في حربه الإعلامية ضد الثورة. ناشطو الثورة تابعوا تلك المواقف عن كثب، فبدأوا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مطلقين عليهم وصف قائمة العار، داعين المنتجين العرب إلى مقاطعتهم. المغرر بهم، خلينا نقول مغرر بكم وما نقول عنكم مجرمين، وتوبوا إلى الله ولا تصدقوا اللي عم يوهبكم شقة بالجنة من هلا، لا تصدقوا. والسواح بيجوا من آخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون. وكيلك يا أبي صرنا فرجة. وفي المقابل تم إنشاء صفحات أخرى على الفيسبوك دعما للفنانين المؤيدين للثورة، مثل فنانون مع الثورة، شرفاء دعموا الثورة، ويعيش جميعهم خارج سوريا باستثناء الفنانة ميس كاف التي لا تزال في سوريا حتى اليوم. وهناك الفئة الصامتة من الفنانين التي لم تعلن مواقفها من الثورة بعد. ياسر العظمى غادر سوريا وينقل عنه تأييده للثورة بدون إعلان موقف. ومنى واصف وقعت على بيان الحليب لأطفال درعا بداية الثورة، ثم أجبرت على تقديم توضيح عبر الفضائية السورية وصمتت بعدها. الفنانون المؤيدون للنظام أثناء الثورة، هل سيستمرون على مواقفهم بعدها؟ أسوة بأمثالهم من فناني الثورات الأخرى القريبة ممن أطلق عليهم الفنانون المتحولون. بشاير المطيري، العربية.